عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا لمناقشة مستجدات أوجه التعاون بين مصر والبنك الدولي. وخلال اللقاء الذي عقد خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بما تقوم به الحكومة من إصلاحات متعددة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، كما تطرق إلى الخطوات البناءة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتدشين المنصات القائمة على ملكية الدولة والتي لها مردود إيجابي على تشجيع الاستثمار وتحفيز العمل المناخي. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأهداف المشتركة في شتى المجالات والعمل على تبادل الخبرات وتطبيق أفضل التجارب الدولية والتنموية في مصر للمساهمة في تهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتحسين جودة حياة المواطنين. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر في مصر، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات تكريما له بمناسبة انتهاء فترة تمثيله في القاهرة. وإلى أسواق المال، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 وذلك بنسبة 46% ليغلق عند مستوى 30,552 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 42% يغلق عند 7,865 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 38% يغلق عند مستوى 11,067 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط بعد عدة ارتفاعات، حيث رأى الخبراء أن التقابلات في أسعار النفط نتيجة عدد من العوامل المتضاربة والتي تؤدي لحالة من عدم اليقين في المستقبل، حيث تتباين هذه العوامل ما بين توترات سياسية وارتفاع في مخزونات الخام الأمريكية وضعف اقتصاديات دول كبرى. وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% ليصل إلى 75.68 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% ليغلق عند 71.53 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.11% لتصل إلى 2.17 دولار للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% يصل إلى 2.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الدين العالمي في طريقه لتجاوز تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكدت جورجيفا أن هذه الأرقام تثير القلق، حيث إن الاقتصادات قد تجد نفسها عالقة في حلقة من النمو البطيء والدين المرتفع، مما يؤثر على الدخل وفرص العمل ويقلل من قدرة الحكومات على الاستثمار في مجالات حيوية مثل دعم الأسر ومواجهة التحديات طويلة الأمد كالتغير المناخي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا فكري وحكمة عبد الحميد لاستكمال النشرة. إليكم، شكرا لك ليلى.